علاقتك ايه بلعيب نادي الزمالك يا كابتن؟ نعم؟ لا، علاقتك بلعيبي نادي الزمالك كانت ايه؟ لا، كانت علاقتي كويسه جدا. يعني في المعسكرات والمنتخبات كنا مع بعض على طول. يعني مين كان الانتيم بتاعك في الغرفه اللي بتناموا فيها؟ كان سمير قطب الله يرحمه. سمير قطب. سمير قطب حتى في الملعب. اه. وحتى لما سافرنا المانيا في الدراسه مع بعض كنا نلعب في الشارع في المانيا. طب في الشارع في المانيا؟ في الشارع ونلعب انا وهو، نلعب مثلا ثلاث اربع لعيبه المان ماشيين كده من العيال اللي حكى عليهم شمال ويمين ونلعب بقى وننقل بقى نقل وان تو حاجات زي كده والكوره ما تضيعش. هو سمير يحب الكوره يعني. طبعا الله يرحمه كان لعيب عالي قوي. ليه معايا تاريخ جميل جدا. هو يحب يلعب جزمه ما فيهاش استادزات عشان يعمل السبعه اللي بيعملها دي. فمن النوادر الظريفه كان عندنا معسكر في اسكندريه قبل ما نسافر طوكيو، فهو كان جايب مثلا حوالي 10 فرد جزم وحاططهم تحت السرير. قبل ما ننزل التدريب يروح مطلعهم كلهم وفارز اتنين يلبسوا. وبعدين نروح يرجع يروح حاططهم تاني وينسى يروح مطلعهم تاني في التمرين اللي بعده ويلفهم. هو عايز جزمه ما فيهاش استادزات عشان يعمل السبعه. عشان السبعه بتاعته. هو كان بيلعب ببطن رجله. احسن لعيب اللي تعمل. طبعًا. يعني يسجل ويعمل صروهات حاجه رائعه الحقيقه سمير قطب. انا طبعا وكان دايما معايا في كليه التربيه الرياضيه ولينا نوادر مع بعض لما كنا بنلعب في ماتشات الاهلي والزمالك، وفي نفس الوقت صداقه بينا كانت كبيره جدا. مين تاني كان من اللعيبه القريبه ليك يا كابتن؟ كان احمد مصطفى. كان احمد مصطفى، كان محمد رفاعي.